نعم، هو لا يخفى على مثل ما ذكر معالي الوزير القرقاش في ذلك، أن أهمية زيارة سمو ولي العهد السعودي، وهي الزيارة الأولى لخارج المملكة العربية السعودية إلى دولة عربية وهي أرض الكنانة في مصر، وما لها أهمية قصوى بالنسبة للعقل السعودي والفكر السعودي، وهي الحقيقة مهمة جدا بالنسبة لما تعيشه المنطقة من الحقيقة تغول إرهابي وتدخلات خارجية، والحق اصطفاف تام بين المصريين والسعوديين في بوتقة واحدة لمحاربة الإرهاب، وللحقيقة الإبقاء على المنظومة العربية الحقيقة التي هي رأس حربة للنمو والاستقرار العالمي في هذه المنطقة، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحمله من الحقيقة انفتاح على العالم أجمع، ولما يحمله من الفكر الوسطي الإسلامي البارز في المملكة العربية السعودية وفي منطقتنا، هو الحق اليوم للعالم أن المملكة العربية السعودية وقيادة مصر هي الحق تشكلان الجناحان العظيمان التي بهما تطير الأمة ويكون لها الحق مكانها بين الأمم. فسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله زيارته هذه حينما نراه يزور الكاتدرائية المصرية وزيور الأزهر الشريف، والحق يزور مصر المجتمع المصري بكامله، والحق لا يفرق بين ذا وذاك، والحق يزور السياسة المصرية، وكذلك ما نراه من ثقل دولة مصر في محاربة الإرهاب، وكذلك هذا الموقف العظيم لحكومة مصر